كغيره من الأماكن التي تحتوي على آثار وحضارة بلاد ما بين النهرين، لم يسلم متحف الموصل الحضاري من بطش عناصر تنظيم داعش الذين حولوه إلى بناية شبه مهدمة وآثار مهشمة. ومع تكاتف جهود محلية ودولية لإحياء آثار متحف الموصل، أرسل متحف اللوفر الفرنسي البعثة الرابعة لترميم ما تبقى منها، أعمال يومية تجري بجمع بقايا الآثار وفرزها ومطابقتها لحين إعادتها إلى وضعها الطبيعي. سنستمر في العمل هنا لمدة سنوات طويلة إلى أن نصل نحو الهدف الذي جئنا من أجله، وهو إعادة ما تم تدميره بصورة كاملة. وإلى جانب البعثات الدولية وجامعة بنسلفانيا الأمريكية، يعمل موظفو متحف الموصل بعد تلقيهم دورات مكثفة من قبل الخبراء في كل بعثة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع القطع المدمرة لإعادة صيانتها بأسلوب دقيق يراعي قيمتها الأثرية التي تعود إلى نحو 5000 عام. وهو العمل مشترك ما بين كوادر متحف اللوفر في باريس ومتحف العراقي في الموصل. بدأنا بإعداد خطط مسبقة، وكانت الخطوة على قطعتين كبيرتين في كانتا معرضتان وتعرضت للتدمير. الآن وصلنا في البعثة الرابعة أو الخامسة لمتحف اللوفر بترميم تلك القطع وصيانتها. وبعد سرقة عناصر داعش للآثار النفيسة من المتحف، أكدت مفتشية الآثار في نينوى عن تمكن مكاتب الأنتربول من استعادة الكثير من القطع المسروقة بعد نشر وزارة الثقافة العراقية قوائم بالقطع المسروقة من المتحف الحضاري. العديد من الآثار تم تسجيلها عن طريق وزارة الثقافة ضمن لائحة الأنتربول الدولي، وهي ملاحقة حاليا في جميع أنحاء العالم، وتجري عمليات إعادة بين الحين والآخر لهذه القطع، ويتم حفظها في مخازن الهيئة العامة لآثار التراث في بغداد. وتكفلت جامعة بنسلفانيا الأمريكية بدعم ترميم سقوف وجدران المتحف التي تعرضت إلى أضرار خلال فترة داعش والعمليات العسكرية تجاوزت 40%. أعمال البعثات الدولية في نينوى تنقسم بين تنقيب واستظهار للآثار المدفونة تحت الأرض وعمليات ترميم لقطع أثرية كانت شاهدة على ما تعرضت له واحدة من أقدم حواضر الأرض من دمار وخراب. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.